أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. الأجواء مشتعلة وساخنة جدا داخل القلعة الحمراء بعد الخسارة الكبيرة من صن داونز الجنوب أفريقي أمس في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. خسارة طبعا خسارة مفاجأة وأكبر خسارة للأندية المصرية في تاريخ أفريقيا، 5-0. يعني كان يمكن نادي الزمالك كان ليه خسارة مشابهة ولكن كانت بنتيجة 5-1، إنما هزيمة الأهلي امبارح 5-0 من فريق صن داونز الجنوب أفريقي سجل أسوأ رقم في تاريخ الأندية المصرية في بطولات أفريقيا. طبعا بعد الخسارة الأجواء اشتعلت داخل القلعة الحمراء واشتعلت ما بين جماهير القلعة الحمراء. معظم الجماهير طلبت بإقالة لاسارتي والبعض الآخر حمل اللاعبين المسؤولية، والبعض من الجماهير حمل اتحاد الكرة المسؤولية بضغطه لمباريات النادي الأهلي وأقامتها خاصة مباراة القمة على استاد برج العرب بالحالة اللي حضراتكم كلكم شفتوها، حالة الملعب ده. يعني البعض برر ان دي تسببت في إجهاد لاعبة النادي الأهلي. في جميع الأحوال الأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا. الفوز في القاهرة ب6 أهداف أمر يقترب من المستحيل أو شبه مستحيل، خاصة أنه هيلاعب فريق قوي جدا وفريق بيمتلك سرعات وبيمتلك مهارات وبيمتلك خبرات كبيرة في أفريقيا. من الصعب جدا أن النادي الأهلي يقدر يحقق الفوز هنا في مباراة العودة بنصف دستة أهداف. الأجواء داخل النادي الأهلي أو داخل مجلس إدارة النادي الأهلي انقسمت ما بين مؤيد لإقالة لاسارتي بعد الهزيمة الكبيرة، والبعض الآخر بيرجح استمرار المدرب لنهاية الموسم، وخاصة أن الفريق تحت قيادته ماشي بشكل جيد في بطولة الدوري ونجح أن هو يقلص فارق النقاط من 8 نقاط مع نادي الزمالك إلى 2، والفريق منافسة قوية ومشتعلة في بطولة الدوري. وأي إجراءات أو أي إجراء لتغييرات في الجهاز الفني للنادي الأهلي في الوقت الحالي قد يسبب هزة أخرى داخل الفريق. ده كان رأي مجلس إدارة النادي الأهلي. في جميع الأحوال مجلس إدارة النادي الأهلي سيجتمع مع لاسارتي وجهاز المعاون لبحث أسباب هذا الإخفاق الكبير جدا في مباراة الأمس، وبعدها هيطلع النادي الأهلي بقرارات قوية جدا قد تصل إلى إقالة لاسارتي. ولكن من معلومات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي الأمر مستبعد في الوقت الحالي، ممكن يكون بعد نهاية الدوري أو أثناء توقف الدوري لخوض مباريات بطولة أمم أفريقيا. ولكن التغيير في هذا التوقيت في ضغط المباريات ده أمر مستبعد حاليا داخل إدارة النادي الأهلي. على الجانب الآخر الزمالك بيخوض مباراة مهمة جدا مع حسنية أغادير اليوم إن شاء الله الساعة 9 في دور الثمانية للكونفدرالية. كل ده إيه اللي حصل في ماتش الأهلي وإيه اللي حصل في مباراة القمة، وهل كان لها تأثير مباشر على نتيجة الأهلي امبارح، والزمالك هيلعب النهاردة بتشكيل إيه وخطة إيه وطريقة إيه، وموقف الفريق في أو فرص الفريق في مباراة اليوم، كل ده هنتكلم عنه في الفقرة الثانية النهاردة مع المستشار لطفي فياض المحلل الفني لبرنامج الحريف والأستاذ مصطفى طماوي المدير الإداري لدوري الحريف. أما الجزء الأولاني النهاردة في الحلقة فهنتكلم فيه عن دوري الحريف واللي كانت نهايته أو ختامه يوم الجمعة الماضي ويوم السبت، وأقيمت حفلتين وتم تكريم جميع الفرق الفائزة ببطولات دوري وكأس الحريف هذا الموسم، وهنعرض لحضراتكم إن شاء الله كل التقارير وكل اللقطات المسجلة والمصورة من هذه الملاعب سواء ملعب الوفاء والأمل أو ملعب بشتيل. ويكون أيضا معانا في الفقرة الأولى الكابتن هاني نبيل المدير الفني لأكاديمية كيب تاون ومدير قطاع الناشئين السابق في نادي الخالدين، وهيتكلم فيها بشكل كبير جدا عن أكاديمية كيب تاون ومشاركتها الأولى في دوري الحريف وعن أزمته اللي خدت أبعاد خطيرة جدا جدا مع نادي الخالدين، وإيه اللي حصل وإيه اللي تم وليه الاتفاقات ما تنفذتش. كل ده هنتكلم مع الكابتن هاني
في ان شاء الله. ولكن يعني قبل ما هنروح نشوف التقرير اللي معانا النهارده، هيكون معانا مداخله مع الكابتن عماد يوسف المدير الفني لاكاديميه فيرست، اللي نجحت ان هي تفوز امبارح على اجيال امبابه بضربات الجزاء وتوجت ببطوله دوري الحريف لمسابقه الميكس. كابتن عماد شوقي المدير الفني لاكاديميه فيرست، مبروك يا كابتن عماد. الله يبارك يا كابتن محمود، الله يبارك فيك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله، نحمد ربنا. يعني استحقتوا الفوز، مشوار طويل جدا وست شهور بداتوا الدوري في 15/9 ومن اول اسبوع لنهايه اسبوع متصدرين قمه البطوله. الحمد لله والله يا كابتن، احنا استفدنا من البطوله دي من اول ماتش لاخر ماتش، اللعيبه كلها على قدر المسؤوليه. البطوله مهمه جدا، من اصغر لعيب لاكبر لعيب مهتم جدا بالبطوله، فيها تنافس شريف، فيها تنظيم، فيها كل حاجه احنا استفدنا منها الحمد لله. طيب انت بتوجه ايه الرساله اللي بتوجهها للاعيبتك في نهايه البطوله؟ انا مش من بعد البطوله بصراحه، انا فزت الماتش امبارح، انا كل اللي قلت لهم الحمد لله احنا وصلنا للماتش المباراه النهائيه، احنا فزنا، الفرق الخصم فاز، خلاص انت وصلت للنهائي، ده عمل موسم كامل وخلاص انت وصلت للنهائي. صح، ده اللي احنا محتاجينه. انت دلوقتي التوفيق بقى بتاع ربنا، لينا مكسب طبعا. لينا مكسب الحمد لله، مفيش مكسب برضه الحمد لله. حتى في ضربات الجزاء انا شلت من عليهم كل الاعباء وكل الهم بمعنى اصح بتاع طول السيزون كله، وقلت لهم خلاص خش يا جماعه مش مشكله، خليكم ريلاكس خالص، ضربات الجزاء نصيبنا عند ربنا الحمد لله. يعني امبارح الحقيقه كنت انت وفرقه اجيال امبابه قدمتوا اداء مشرف داخل الملعب وخارج الملعب، وكانت الروح الطيبه قبل المباراه وبعد المباراه، ورحت انت ولعيبتك سلمتوا على فرقه اجيال امبابه، وكانت روح جميله ما بينكم. اه طبعا، فرقه امبابه فرقه محترمه جدا، جهاز فني محترم جدا، كان لازم نعمل كده لان ده في الرياضه، يعني هي دي الرياضه، سواء انا كسبت خسرت كان لازم يطلع بالمنظر ده. تمام، والدوري لازم، يعني الدوري مستاهل ان فعلا يكون فرقتين بالحجم ده بالروح دي بالخبره دي يكونوا هم فعلا في النهائي، يعني الفرقتين يستاهلوا. حتى الفرقتين اللي هم في قبل النهائي برضو فرقتين محترمين جدا، سواء بلاك ستار سواء الدفاع الجوي، فرقتين كويسين جدا محترمين فعلا. يعني مربع النهائي كان فعلا اربع فرق كويسين جدا. طيب انت حابب توجه الفوز بالبطوله لمين؟ اول حاجه للكابتن معتصم الله يرحمه. الله يرحمه. مدرب كان معانا طبعا، توفى في وسط السيزون اللي في راس السنه، فانا اهدي له روحه دوت، وكابتن حسين شوقي المدير المدرب العام طبعا، المدربين المحترمين دكتوره شيرين محمد المدير الاداري، جميع اللاعبين، لاعب من اصغر واحد فيهم اكبر واحد فيهم، ولحضرتك طبعا يعني اخويا طبعا. ألف مبروك يا كابتن عماد، وكل سنة وأنت طيب. عيد ميلادك يوم الخميس، هتحتفل بقى بالبطولة وتحتفل بعيد ميلادك، وبالتوفيق ليك في كل البطولات المقبلة إن شاء الله. وحضرتك طيب يا رب، ودايما يا رب من نجاح لنجاح كابتن محمود. مبروك تاني لأكاديمية فيرست الكابتن عماد شوقي. عايز أقول لحضراتكم إن كانت مباراة متكهربة جدا بلغة الكورة ما بين فيرست وأجيال إمبابة من قبل ما يلعبوا المباراة، وكل فريق كان عامل للتاني ألف حساب، ويمكن المباراة تحدد ليها معادين قبل كده، وتم إلغاء المباراة بناء على قرار من اللجنة المنظمة للبطولة أو تأجيل المباراة لحد ما تخف حالة الشحن اللي ما بين اللعيبة والأجهزة الفنية، لأن كل واحد كان بيتمنى أن هو يفوز بالبطولة. ولكن الفرقتين امبارح فاجئونا، فاجئوا كل الناس، اللجنة المنظمة والجماهير والحكام، بالروح الطيبة والمستوى الفني والمستوى الأخلاقي. قبل المباراة بيسلموا على بعض، مفيش اعتراضات على مدار الشوطين وعلى ضربات الجزاء. بعد المباراة فرقة فيرست راحت لفرقة أجيال إمبابة، وفرقة أجيال إمبابة راحت لفيرست، ويعني قدموا درس جميل جدا لكل الفرق، أن الرياضة أخلاق والرياضة تهذيب للنفوس قبل كل شيء، وده اللي احنا بنسعى له. دايما بنقول ان في دوري الحريف مفيش فايز وخسران، دوري الحريف كل اللي بيشترك فيه بيكسب فيه، بتكسب، مش لازم تكسب مباراه، ولكن بتكسب من خلال احتكاكك، بتكسب من خلال المباريات اللي بتلعبها، بتكسب من خلال
تطوير مستواك الفني والبدني، تكسب من خلال تسويق اللعيبة اللي عندك لأندية الدوري سواء ممتاز أو ممتاز به، بتكسب من خلال تسويق الأكاديمية اللي عندك إعلاميا، هو ده المكسب الحقيقي. لكن عمر المكسب في بطولة الحريف مكان بمكسب أو خسارة مباراة. كل التوفيق للفرق اللي فازت، وهارد لك للفرق اللي ما حلفهاش التوفيق. في مداخلة تانية؟ مين؟ كابتن أحمد السيسي المدير الفني لأكاديمية سيدي سالم، وده بطل دوري الحريف بطول مواليد 2005 في محافظة الغربية. كابتن أحمد مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ محمود، الله يبارك في حضرتك. عملتوا مجهود كبير، يعني قدرتوا انكم تتوجوا ببطوله دوري الحريف لاول مره هذا الموسم في الغربيه. الحمد لله يا استاذ محمود، بنشكرك جدا على الاهتمام الكبير ده ودعم الناشئين على مستوى الجمهوريه واول موسم ليكم تنشروها على مستوى المحافظات. قبل كده كانت على مستوى الجيزه والقاهره، السنه دي لاول مره كانت موجوده عندنا في الغربيه، وكانت مسابقه قويه جدا. الحمد لله ربنا اكرمنا وتوجنا بالبطوله. نشكرك جدا على الاهتمام الكبير ده، ونشكرك برضو على الحفل التكريم امس، وان شاء الله بنتمنى المزيد في القادم ان شاء الله باذن الله. انتوا تستحقوا، يعني قدمتوا مستوى جيد طوال البطوله وتصدرتوا ايضا البطوله يمكن من الاسابيع الاولى حتى نهايه البطوله. الرساله اللي حابب توجهها لعيبتك وجهازك المعاون. والله بقول لهم احنا دايما بنسعى اننا المركز الاول في بدايه فتره الاعداد عندنا على مستوى قطاع الناشئين. احنا كنا مستنيين ان احنا اول حاجه كان مرحله التعلم اولا، بعد كده جهزناهم للمنافسه والبطولات، عملنا في التدريب وشاركنا في الدوري على فرقه ألف وفرقه ب. فرقه ألف كانت في المستويات العليا طبعا اللي هي تقدر تنافس، فرقه ب اللي هي المستوى الثاني من فريق 2005، ونافسنا من بدايه البطوله لحد الاخر. والحمد لله احنا لعبنا 14 مباراه، كسبنا 11 وتعادلنا مباراتين وهزيمه واحده، والحمد لله يعني ربنا اكرمنا وحسمنا البطوله قبل النهايه بمباراتين اثنين. تمام كابتن احمد، الف مبروك تاني وبالتوفيق ليك في كل بطولات الحريف المقبله، وان شاء الله تكون موجود معانا انت وفرقتك لانكم من الفرق المحترمه جدا. طبعا كان موجود في التكريم ايضا من الغربيه صاحب المركز الثاني اكاديميه نجوم المستقبل. هنشوف اللي حصل في بشتيل في اليوم الاخير والمباريات اللي اقيمت. كان نهائي مسابقه الميكس في الكاس ما بين اياكس السلام وتيم سبورت، ونجح اياكس السلام ان هو يفوز 1-0. وفي مسابقه 2003 كان ايضا اياكس السلام بطوله الدوري مع الاندلسيه، واياكس السلام نجح ان هو يفوز بالمباراه. ومسابقه 2001 فازت بها نادي المستقبل بطوله الدوري، ونادي الجزيرة حل في المركز الثاني. هنشوف ايه اللي حصل في الماتشات بصوت المعلق الجميل ايمن الشوالي، وبعد ما نشوف الاهداف واللقطات المهمة هنروح للقاءات مع المدربين، ثم هنستقبل الكابتن هاني نبيل المدير الفني لأكاديمية كيب تاون.